كثير من الشركات التقنية تيجي وتقول لك جبت لكم دعم 4K، جبت لكم شاشة أحسن، جبت لكم سعة ذاكرة أكبر، وكثير من شركات التقنية هذه ما تقول لك إنه القلب النابض اللي جاب هذه الخصائص واللي خلاها تكون موجودة في الجهاز هي الشركة اللي تصنع المعالجات، يعني مثلا زي كوالكوم. خلينا نتعرف على بعض الأسرار مع كوالكوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكم فيصل السيل. بالفعل المعالج هو قلب الجوال، واللي مع تطور المعالج تجينا خصائص إضافية على الجوال. فمثلا لو تكلمنا على أحد الجوالات اللي مؤخرا طلعت في عام 2017، سوني إكزي بريميوم، هذا جاء في معالج من كوالكوم اللي كثير سمعنا عنه خلال السنة، معالج الكوالكوم سناب دراجون 835. المعالج هذا جاب كفاءات وقدرات لهذا الجوال ما كان يقدر يجيبوها لولا هذا المعالج. فمثلا دعم الـ HDR 4K، وأيضا منفذ الـ USB Type-C بالسرعة حقته العالية، دعم يصل إلى 55 ميجا بيكسل من ناحية الكاميرات والعدسات، ودعم عدستين، ودعم صوت ستيريو حتى يكون ثلاثة أبعاد ما عندهم مشكلة. هذه كلها الأشياء اللي يعطيك إياها المعالج ككفاءة. حتى خاصية الكوالكوم Quick Charge 4، فهذه الأشياء اللي يدعمها المعالج واللي يقدر توصل لها مع هذا المعالج. فإحنا شفنا الجوال وشفنا الكفاءات اللي عليه، فسوني اعتمدت على هذا المعالج، وكفاءات أكثر بكثير طلعت مع نفس هذا المعالج والإعلان عنه. فاللي يصير أنه تيجي شركات الجوال تتبنى هذه المعالج، تتكلم مع كوالكوم، تتفق معها، يشتروا منها هذه المعالجات، وتصير هي هذه المعالجات القلب النابض في جوالهم، وهم يبدأوا يستغلوا هذه الكفاءات اللي يعطيها المعالج، ويبنوا الجوال على الكفاءات اللي هم يبغوا يعطوها للمستخدمين، لنفس الناس اللي تشتري الجوال. وأيضا يبنوا حملاتهم التسويق وكل شيء له علاقة في الجوال، كيف نظهره للناس، بيكون تركيزه على الصورة ولا تركيزه على نفس الكفاءة حقت معالج الرسومات والتحريك، ايش الشيء اللي ابغى اركز عليه. هم يخططوا الاشياء دي كلها بعد ما يحطوا ببالهم وش المعالج، مو انهم يقولوا نبغى نعطي الواحد 4K يلا كيف ندبرها. لا، المعالج يجي بكفاءات عالية هم يشوفوها نوعا ما، ويحاولوا يا يطوروا مع شركات المعالج بعض هذه الكفاءات، او يقولوا خلاص موجود في 4K هنشتغل على 4K اللي موجود. والسالفة مو بس بالجوالات البريميوم، مثلا لو نزلنا للجوالات الوسطى، في جوال نزل هذه السنة اسمه لينوفو P2، هذا الجوال جاب كفاءات متوسطة بقدرة جدا كويسة. وش المعالج اللي كان فيه؟ كوالكوم سناب دراجون 625، تطور من الجيل اللي قبله للفئة المتوسطة، وجاب كفاءات لهذه الفئة بقدرة شرائية جيدة، معالج بحجم 14 نانومتر في هذا الحجم، وجاب معاه الكوالكوم كويك تشارج 3 لهذه الفئة بالتحديد، جاب استهلاك أقل للبطارية بنسبة 35% تقريبا. حتى ترى مسألة الشحن السريع برضو من المعالج هو اللي يجي ويدعمها، فأنت تحتاج كمصنع تعتمد على الماضجل اللي بتحطه على نفس البطارية اللي يصير من خلال المعالج، وهذا الماضجل يصير الشحن السريع يصير مع بطارية جوالك. وعلى فكرة الشريحة هذه أيضا دخلت في سوق السيارات، فالموضوع جدا رائق إنه المعالج، إنه المحرك هو اللي يجيب لك كفاءات عالية في السرعة والتحكم على نفس الجوال. وأيضا في جوالات رائقة طلعت هذه السنة جابت من كوالكوم بعض الكفاءات، فمثلا النوكيا 6 جاب معه معالج الكوالكوم سناب دراجون 430، وجاء أيضا الـ LG Q6 Plus اللي جاب من كوالكوم أو استغل من كوالكوم معالج الكوالكوم سناب دراجون 435. كل واحد من هذول عطى كفاءات على قد المعالج، وعطى أشياء مميزة لهذه الفئة برضو من الجوالات، فصارت هذه الفئة تدعم الـ 4G بسرعات أفضل، صارت أيضا تدعم الـ Full Video Recording Full HD 1080 بإطارات أعلى، وأيضا جابت الكوالكوم كويك تشارج بشكل كويس، ودعم تقنيات أخرى كثير من كاميرا وما كاميرا وتصور وشيء مو طبيعي. وإذا تبغى تكشف الموضوع بكل بساطة، في موقع كوالكوم نفسهم، لو دخلت على موقع الكوالكوم بتشوف بعض المعالجات وش الجوالات اللي موجودة فيها هذه المعالجات. يمكن كثير مننا يشوف على الجوال موجود نوكيا بس ما يشوف المعالج اللي موجود جواه إلا إذا قريت الخصائص نفسها. فهي اتفاقيات تصير بين نفس كوالكوم وهذه الشركات، فعندكم الموقوع حتتفاجئوا بكمية التقنيات اللي أحيانا تشوفها في جوالات وما تلاقيها في أجهزة لسه، لأنه نفس الشركات لسه ما حطتها في أجهزتها. مثلا الكويك تشارج 4 إلى الحين ما شفناه فعليا مستغل بشكل كبير، والمفروض يجيب لك كفاءة شحن أسرع. أيضا للتوضيح، معالجات كوالكوم دخلت للسيارات ودخلت لقطاعات أخرى، وهذا يعني أنه بالفعل المعالج هو قلب الجوال اللي يجيب معاه كفاءات عالية،
مو الموضوع شركة جوال فقط لحالها تجي وتسوي. شركة الجوال عليها معمارية ضخمة تسويها من المعالج كيف تحطه بكامل القطع، وتستعين بشركة المعالجات لتطوير هذا الشيء وتتعاون معه. وأيضا شركة الجوالات بتجيب لكم الجسم، بتجيب لكم الشاشة، بتجيب لكم أشياء كثيرة، هم يحددوا الاختيارات. ولكن يظل لو ما في معالج قوي ما حيكون في أداء ضخم، زي ما في بعض القطع الأخرى مهمة جدا في الجوالات زي مثلا الذاكرة والسعة التخزينية، فنعتمد على أشياء رائقة جدا. فأهم شيء أنك تعرف أنه بالفعل مع كل جيل من المعالجات تيجي أشياء ومميزات كثيرة، يمديك تستبق الأحداث وتعرف الجوالات الجاية وش المعالجات أو نقدر نقول الكفاءات اللي بتجي فيها. شوف الرابط حق شركة كوالكوم نفسه. نهاية الفيديو كل فيديو، أتمنى هذا الفيديو عجبكم. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.